عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسنة سعيدة علينا كلنا وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب، بدون عيا وبدون تعب وبدون مرض وبدون حزن وبدون كل حاجة. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا، هنعمل مع بعض البيتزا. فاحنا الأول هنبتدي على طول، مش هنرغي كتير ولا حاجة. أنا عندي هنا حاطة بالظبط نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق هنبتدي نحط عليه بالراحة كده. هحط أول حاجة معلقتين سكر، أحمض، أدي واحدة اتنين، هحط كمان معلقة من الخميرة الفورية أهي، بس المعلقة هنا مش مليانة أهي، هما كلهم. وعندي هنا هنقلب دول الحاجات الناشفه شويه مع بعض، وهحط حبه كمان من البيكنج باودر، مش كتير، حبه صغننه خالص، يعني مقدار معلقه صغيره كده، مقدار معلقه صغيره. يعني احنا هنا نص كيلو دقيق عليه ثلاث، عليه معلقتين سكر، عليهم معلقه ونص بالظبط خميره فوريه، وهحط هنا مقدار معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي بالظبط كده. هنعمل الحاجات الناشفه دي مع بعض الاول، اقلبها وبعدين هنعمل واحده واحده. في كمان شويه من الزيت وهنحط كمان ميه دافيه معاك، واحده واحده اهو. كده احنا قلبنا اهو، هحط شويه من الزيت بمقدار معلقتين او ثلاث معالق زيت كده. الزيت بيخليها حلوه قوي وناعمه العجينه، ما تبقاش اللقمه وانت بتاكلوها ما تبقاش اللقمه ناشفه، الزيت بيطريها وبيخليها حلوه قوي. ولا تحطوا بيض ولا هنحط لبن ولا نحط اي حاجه، دي زي بتاعه بره بالظبط بالظبط بالظبط. هقلب الزيت معاها اهوت، كده هنجيب المية الدافية وهبتدي معاكم واحدة واحدة. هبتدي معاكم دلوقتي احط المية الدافية واحدة واحدة وهي بتتعجن، لان طبعا انا عايزة اعللكم كده شوية اهوت. تمام، هنا هحط من هنا المية اهي، انا هعجنها وهرجع اوريها لكم بعد ما تتعجن عشان الصوت بتاعه عالي جدا. كده خلاص هي كده اتعجنت، شوفها مع بعض اهوت، هيت كده حلوة قوي قوي قوي. بصوا مش بتلزق، ما بتلزقش في الايد، وفي نفس الوقت طرية لانها مخدومة ومعجونة كويس قوي 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 قوي. انا هخلصها بقى كده اهوت من العجان وابتدي ايه اوريها لكم. هنحطها طبعا عشان تخمر وتاخد راحتها في الخمران، وبعدين نبتدي نجهز مع بعض الحشوة اللي هنعمل بيها البيتزا. هننضفها بس من العجان واطلعها واوريها لكم. هدهن الطبق بتاعي لان العجينة مش كبيرة، مش مستاهلة حاجة كبيرة يعني. هحط كده شوية من الزيت هيت، وابتدي ادهن الطبق بتاعي اهوت كله عشان ما تلزقش فيه بقى، وانا بقى اطلعها تبقى سهل عليا زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اطلع العجينة بتاعتي اهي اهيت زي ما انتوا شايفين كده، يا رب تكونوا شايفينها اهي. ابتدي
بصوا سهلة خالص وطرية جميلة جدا، زي الملبن، زي الملبن اهي، حلوة قوي. لازم تخدموا الحاجة العيش بالذات، لان تعتبر البيتزا دي لقمة عيش، لازم تعجنوها كويس قوي. اهي اهي، احطها بقى هنا كده تخمر معايا، هحط على وشها حبة من الزيت صغننين جدا اهي. لها كده اهي، هغطيها بقى وهسيبها تخمر لحد ما نعمل الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنسقي بيها، اللي احنا هنحطها جوه هنحطها جوه البيتزاية بتاعتنا مع بعض كده. هحطها بس تخمر دلوقتي كده، نعمل مع بعض الحشوة بتاعتنا اللي هي بتاعت البيتزا. اول حاجة حطيت طاسة على النار، هحط فيها شوية من الزيت عشان ادبل الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن البصل والفلفل، لازم يبقوا دبلانين بس في نفس الوقت فيهم عضة كده، يعني يبقوا ايه مش ناشفين قوي يعني كده. هنخلي استنى لما الزيت يسخن كده، الزيت سخن اهوت شوية، هحط البصلة بتاعتي عشان تبتدي تدبل زي ما احنا شايفين كده. هي تدبل بس كده، وابتدي احط معاها برضو، انا هحط معاها بالمرة الفلفل كله كده يدبل بس معايا اهوت. اهو هنسيبه كده لحد ما يدبل بكده. خلاص الفلفل بتاعنا اهو شايفينه دبل خالص اهو زي ما احنا شايفين، بس مصحصح يعني، دبل بس مصحصح. هروح دلوقتي افضيه ونخش بقى على البيتزا بتاعتنا نشوف احنا هنعملها ازاي. بصوا يا جماعه، البيتزا اللي احنا هنعملها دي بيتزا موفره جدا جدا، وهي بتلم كل اللي موجود عندك في التلاجة. يعني ايه؟ يعني كلنا بنعرف نعمل البيتزا، بس مش لازم عشان اعمل بيتزا اروح اجيب كل الحاجات اللي انا عايزاها وكل الاكلف نفسي وسلامي ومش عارفه ايه وحاجات كتير. لا، من الحاجات البواقي اللي عندك في التلاجة. زي ايه؟ هنا مثلا انا عندي لانشون بفلفل الاسمر اللي هو اللانشون اللحمه مع لانشون الفراخ المدخن، تمام؟ ادي حاجه. وعندي هنا كمان اللحمه معصجه عندي اخد منها. هنا الخضار اللي احنا عملناه اللي هو المشكل، البصل مع الفلفل الالوان مع كل حاجه. عندي هنا كمان طماطم اهي مقطعاها شرايح. عندي هنا جبنه، من بص تشكيله جبنه رومي على جبنه فلامنك على جبنه جوده، كل اللي عندي رحت ايه فواضل حاجات منهم اروح عاملاه. ودي الصلصه طبعا بتاعت البيتزا بتاعتنا، تمام؟ المفروض ان فيها زيتون، انا ولادي مش بيحبوا الزيتون صراحه، فعشان كده انا مش هحط زيتون، لكن عايز يحط زيتون يحط زيتون. دلوقتي بقى اروح اجيب العجينه وابتدي اشوف. وفي عندي كمان جبنه موتزاريلا انا نسيت اجيبها، هجيبها حالا دلوقتي، ودي هنحطها الاخر خالص بعد ما تستوي، وما اجي اسخنها احط عليها على الوش عشان خاطر تديني المطه اللي هي بتبقى حلوه وهي لسه سخنه. لكن لو دخلتها وحطيتها على الوش وحطيتها في الفرن الوش ايه هتتحرق، مش هتديك المطه اللي انت عايزاها. المطه دي الجبنه الموزاريلا حطيها وقت ما هتسخني للولاد عشان ياكلوا. احنا النهارده هنعمل بيتزات كده وهنشوف ان شاء الله، ونحط بقى كل الحاجات دي كده على جنب اللي هناخد منها، وهنبتدي نجيب العجينه بتاعتنا. طبعا خمرت، وبعد ما خمرت بططتها تاني عشان تاخد الخمران بتاعها كامل اهو. كده كل الحشوات بتاعتنا موجوده. دي اسمها بيتزا اللي يعني بتلمي خير البيت كله ويتحط فيها. وادي العجينه بتاعتنا بعد ما طبعا خمرت اول الاخر وبططتها تاني، وبرده قالت تاني اهي.
شايفين العجينة بتاعتها حلوة ازاي، ولا لبن ولا زبادي ولا الكلام ده كله. هنبتدي بقى ناخد واحدة واحدة، واجيب الصينية بتاعتي، حتى لو الصينية بتاعتي تيفال لازم برضو ادهنها زيت عشان تبقى سهلة عليا لما اجي اطلعها، يعني الحروب بتاعتها ما تلزقش، الحاجات دي كلها اهي زي ما احنا. قبل ما تعملي اي حاجة لازم تجهزي الصينية اللي انت هتعملي فيها، تمام، وما تتخنيهاش قوي العجينة عشان هي كده كده بتخمر، تمام. هاخد بقى هنا ابتدي اعمل العجينة بتاعتي اهيت، اقرب كده شوية اهيت. ادي اول واحدة، اول بيتزاية اهيت، ممكن اجيب شوية من الدقيق، رشينا كده شوية من الدقيق اهوت، وهبتدي افردها. طبعا برضو الشابة بتاعتي اخليها فيها كده من الدقيق اهو، ابتدي افرد، بدل ما افردها في الصينية وتقعد تروح وتيجي معايا، انا اوسع لنفسي كده شوية وابتدي ايه افردها في الصينية اهي. ابتدي اخد الصينية بتاعتي اهي وابتدي كده اهي، وابتدي احطها وابتدي بقى ايه افرد على قد الصينية. المهم ان هي النشابة ساعدتني شوية بحيث ان تبقى كلها يعني سمك واحد. زي ما احنا شايفين كده، انا بحبها من غير حروف صراحة، يعني الحروف دي مش لما كانتش محشية انا ما احبش اعملها، لازم تحطي فيها سوسيس او هوت دوج او اي حاجة او صوابع الجبنة الموتزاريلا بتبقى خطيرة قوي برضو كده. خلاص هعمل معاكم اول واحدة اهي، هجيب الصلصة بتاعتي اهي اللي هي دي، اللي هي عبارة عن توم بتحمصيه شوية يعني بتحطيه يطلع ريحته بس كده في الـ في الـ في على النار، وبعدين تحطي الصلصة، وبعد ما تحطي الصلصة تحطي بقى كمون، حبة ملح وحبة فلفل وحبة زعتر، اهم حاجة الزعتر والكزبرة الناشفة بتديها ريحة وطعم خطير اهي. ما تحطيش بس منها كتير عشان ما تبقاش حامية قوي، يعني ما تبقاش حامية على الواحد. ادي اول واحدة، اول واحدة نعملها بايه، هنجيب الاول حبة من اللانشون بتاعنا اهو، بصوا يا جماعة والله سهلة جدا اهي، وبتبقى كتيرة وجميلة اهي. ناخد بقى حبة من البصل بتاعنا اهو والفلفل زي ما احنا شايفين كده اهي، ومهما عملتي انتي بتاعتك مليانة عن بره، بتاعت السوق دي بصراحة مش بتخش مزاجي قوي كده. بعدين نحط شوية من الجبنة، بصوا حتى انا مش مقطعاها يعني كبير، يعني مقطعاها حتت كبيرة عشان لما تسيح هي كمان هتدي شكل حلو قوي، الجودة والشيدر بيبقى شكلها جميل في البيتزا. زي ما اتفقنا الموتزاريلا دي هتبقى على الوش بس بعد ما تطلع من الفرن. هاخد بقى الطماطم بتاعتي زي كده اهي، شوية من الشرايح الطماطم اهي، والله العظيم بتبقى تحفة. وخدت اللي في التلاجة عندك كله اللي هو ملوش لازمة، يعني الحاجات اللي عندك بواقي جبنة بواقي اي حاجة اي حاجة ما كله بينفع، مفيش حاجة ما بتنفعش. شايفين اهي زي ما انتوا شايفين كده، دي خلاص اهي البيتزا دي خلصت. انا مولعة الفرن طبعا جنبي، هدخلها ليه لانها خمرت مرتين كمان اهي. على درجة فرن الفرن العالي عادي خالص على 200 عشان تبقى كويسة قوي معايا. انا جهزت الصاج تاني اهو عشان هعمل فيه اللي هي الصغيرين، ومعاكم برضو واحدة واحدة.
ادي واحده صغننه اهي، هنشوف برضه هنعملها ازاي. الصغننه دي بقى انا بحبها ليه؟ يا دوبك الواحد ياخد واحده ياكلها ويعوز تاني ياخد، انما اللي تتقطع دي نصها بينشف على فكره، يعني بقي منها بتبص تلاقيها راحت ناشفه معاكي. بصوا السمك ده جميل جدا، بصوا السمك ده حلو قوي، ده حلو قوي قوي. حطها برده في الصينيه، ادي واحده. نفس اللي حصل في الكبيره هيحصل في الصغيره اهي. شايفين دي برضو بالطعم العيش قوي، بس ما تحطوش كتير عشان ما تبقاش في حموضة. ناخد برضو لحد ما نخلص اللانشون بتاعنا دوت اهوت، زي ما انتوا شايفين كده. كل ده بواقي التلاجة. البيتزا دي جميلة في حتة ان هي لو حتى عندك تونة، لو عندك اي حاجة. بصوا شايفين برضو بقى دي بتبقى حلوة قوي، لان شكلها بيبقى فعلا جميلة ومليانة اهي. ودي الجبنة اهي زي ما احنا شايفين كده، وهنحط عليها برضو نفس الحكاية طماطم اهي. وادي اول واحدة من الصغيرين خلصت، هجيب واحدة كمان اهي، وهنبتدي كده عشان تطلع مدوره حلوه. برضو رشه من الدقيق خفيفه اهي، وهنبتدي نفردها. هنعمل معاكم كمان ديت واكمل بتوعي واوريهم لكم بعد كده يطلعوا قد ايه. ده اللي انا عاملاه نص كيلو دقيق يا جماعه، نص كيلو دقيق والله، بس نص كيلو دقيق ومعلقتين سكر، معلقة ونص خميرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وعجنتي بالمية الدافية عادي خالص، وشوية من الزيت، قد 3 معالق زيت كده من الكبار. شايفين جميلة دي، هتتنفخ بقى وهتتفرجوا شكلها يبقى عامل ازاي كده اهي. اهي برضو هو نفس الحكاية، هعملها معاكو اهو عشان بعد كده اكمل انا، واللي يستوي ان شاء الله هوريهولكم. بقى نحطي عليه لحمة مفرومة واللي هي المعصجة، وهنتبلها بنفس الحاجات ونفس الاشكال الجميله دي اهي. وادي شويه من الفلفل والبصل اهوت، صدقوني شوفوا مليانه ازاي، استحاله تجيبوها من بره كده مليانه كده ابدا. وادي شويه الجبنه، كل ده هيسيح، ان الجبنه الجوده والشيدر دي بتبقى تحفه بصراحه في السيحان بتاعها، بيعمل مطة كمان. وهنزوق بالقوطة اهي، كده بقوا 2. انا كده هكمل بقية الكمية بتاعتي، واللي هتطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم. بصوا يا جماعة كده، ده كل اللي انا عملته النهاردة، دي كل البيتزات بتاعتي. شايفين شكلها طلعنا كان والله 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 نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق. بصوا انا برفع كده كمان اهو اهو. بصوا اولا دي البيتزايه الكبيره اللي احنا كنا عاملينها، وادي 2 صغننين اهمت اهي، ادي واحده وادي واحده، دولت 3. بصوا ودولت اللي انا عملتهم معاكم، شايفين كم واحده
ادي ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي 2 4 6 8، والصغننين 8، ادي 10، والكبيره بتاعتهم. ده كل اللي احنا عملناه النهارده من نص كيلو دقيق. والله كمان مره نص كيلو دقيق بالظبط، نص كيلو دقيق عمل كل اللي احنا عاملينه ده. شوفوا بره بقى كان هتجيبوهم بكام وهتعملوهم بكام. وكل الحكايه ان كل الحاجات اللي عندي دي كلها من بواقي التلاجه. هنا دول باللانشون اهو، وده باللحمه المفرومه اهو، شايفين؟ والله والله كل دوت من بواقي التلاجه. يعني انا بحب اقول لكم التوفير التوفير، الجو الدنيا بقت غاليه ومش مستاهله. والله والله ارخص من بره واوفر وكتير، وانت هتاكلي وهتدي للي جنبك واللي حواليك وكله كله كله. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو بتاعي خفيف عليكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، وتقولوا لي ايه رايكم. والله العظيم بصوا، عشان كمان العجينه ما تقولوش انها عشان ما فيهاش دقيق. بصوا هنا بجيبها قدامكم اهو، بصوا هشه خالص، بصوا عامله ازاي، طريه طريه زي السفنج خالص. بصوا بترجع تاني زي ما كانت ازاي. ده العجينه الاساسيه بتاعت البيتزا اللي بتتباع بره، مفيش لبن مفيش زبادي مفيش الكلام ده خالص. هي كل الحكايه دقيق وميه وخميره وسكر وشويه من الزيت، وبنخلطهم على بعض ونسيبها تتخمر ونعيدها تاني في التخمير ونبتدي نعمل منها ده. واقول لكم ايه، كان نفسي تكونوا معايا تدوقوها. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، باكله جديده وطريقه جديده وتوفير جديد عشان العرايس والصغيرين الجمال اللي لسه متجوزين. اتمنى لهم يا رب السعاده دايما، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا كلنا بخير يا رب، وكل الامه الاسلاميه كلها. هقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.